يعد عيد العمال بمثابة احتفال واحتفاء بجهود العمال ودورهما الكبير في حياة الأمم وتقدم الدول، فبالعمل تزدهر الشعوب وبالعمل تنطلق الدول نحو التنمية والتقدم والرخاء. تحتفل مصر ودول العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، هؤلاء الذين يعتبرون قاطرة التنمية والعمود الفقري لتقدم الدول وازدهارها. تعود خلفية هذا اليوم إلى القرن 19، فقبل الإعلان عنه بسنوات كانت بداية عيد العمال في 21 من أبريل من عام 1856 في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الأول من مايو من عام 1886 نظم العمال في شيكاغو ومن ثم في تورونتو الكندية إضراباً عن العمل، شارك فيه ما بين 350 و400 ألف عامل يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل اليومي إلى 8 ساعات، وهو الأمر الذي لم يرقى للسلطات وأصحاب المعامل في هذا الوقت، لا سيما وأن الدعوة للإضراب حققت نجاحاً جيداً وشلت الحركة الاقتصادية في المدن. وبعد هذا الإضراب وفي عام 1891 اعتبر الأول من مايو عيداً للعمال، كما تجاوزت القضية أسوار الولايات المتحدة الأمريكية وبلغ صداها عمال العالم. وفي عام 1904 تمت دعوة جميع المنظمات والنقابات العمالية في جميع أنحاء العالم إلى عدم العمل في الأول من مايو من كل عام، بالتوازي مع السعي لجعله يوم إجازة رسمية في دول العالم.